فنان أحمد فلوكس يعتدي على عنصر أمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجري نيابة مدينة الشيخ زايد المصرية تحقيقات موسعة مع الفنان أحمد فلوكس وعنصر أمن كومباوند بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلالها الفنان يعتدي بالضرب على فرد الأمن. كشفت التحقيقات أن عنصر الأمن في كومباوند بفيرلي هيلز حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد الثاني، اتهم فيه فلوكس بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم. وقال رجل الامن في محضر الشرطة ان الفنان كان متوجها لصديق له داخل الكومباوند، ولكنه منع الفنان لانه لا يملك تصريحا بحسب التعليمات المتبعة، وان فلوكس دفعه وضربه. شرح التحريات ان فلوكس توجه يوم الجمعة لقسم الشرطة لتحرير محضرا تبادل فيه الاتهامات مع رجل الامن. السلام عليكم ورحمة الله.